باب الرياء والسمعة، عن جندبي ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به. زاد البخاري في رواية: يوم القيامة. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به. من يسمع يسمع الله به، أي من يسمع الناس عمله يفضحه الله، يشاقق يضر الناس بالمشقة، ومن يرائي يرائي الله به، أي من يري الناس عمله يفضحه الله.